بعد المقطع حنشوف كيف فينا نستخدم ميزات ويندوز 12. تابع المقطع للأخير ولا تنسى اللايك والاشتراك. راح نحتاج برنامج راين متر، راح نحتاج برنامج ويند هاك، راح أترك روابط تحميلهم بالوصف. أول شي راح نسطب برنامج ويند هاك، نغير اللغة ونختار اللغة الإنجليزية. أوكي، نيكست نيكست، تحميل. نضغط على فينيش، بيفتح معنا برنامج ويند هاك. أول أداة حنحملها هي أداة الإشعارات، راح نضغط على ديتيلز وبعدين نضغط على تحميل. موافق، نستنى شوي، تحملت معنا. نشوف أول شي شكل الإشعارات قبل. هلأ منروح على settings، نضغط على تاني خيار، نعمل save. مثل ما منلاحظ كيف تغير معنا شكل الإشعارات وصار شفاف. تاني أداة راح نحملها هي قائمة إبدأ، راح نضغط على Windows Start Menu Styler Details، تحميل. موافق، بعد ما بتتحمل معنا بنضغط على ادفاينس، ننزل لتحت كنترول اي، بنحدد النص كامل وبنمسحه، وبنروح على الاكواد تبعنا كود قائمة ابدأ، بنفتح الملف كنترول اي بننسخ، بنحدد النص كامل كنترول سي بننسخه، بنرجع نعمل له لصق. قبل ما نعمل سيف بنشوف قائمة ابدأ قبل، نضغط على سيف ونشوف كيف صارت. طبعا انا لانه لغة الجهاز عندي العربية فاجت بالشكل هذا، غير اللغة للانجليزي بتزبط معك. هلا هنغير حجم الايقونات بشريط المهام، راح نضغط على ديتيلز بعدين راح نحمل الاداة. موافق، بعد ما بتتحمل بنروح على سيتنجز، بنغير هاي الاعدادات، بنحط هون مثلا 50 وهون 30 وهون 50. قبل ما نضغط سيف نشوف الأيقونات كيف قبل، نضغط سيف مثل ما بنلاحظ كيف صار في مسافة بيناتهم. خامس أداة حنحملها أداة شريط المهام، راح نضغط عليها، نضغط على تحميل. موافق، بعدين بنضغط على أدفاينس إعدادات متقدمة، ومنروح بننسخ الكود تبعنا تبع شريط المهام. كنترول اي بنحدد النص كامل، كنترول سي بننسخه، بنرجع بنعمل له لصق وبنضغط على سيف. هلا بنرجع على الصفحة الرئيسية وبنكتب مربع البحث كلمة فايل. اول ما نكتب فايل بتطلع معنا ويندوز فايل اكسبلور ستايلر، نضغط عليها، نضغط على تحميل. بعد ما بتتحمل بنشوف نحن راح نخفي الشريط هذا اللي مستكشف الملفات، نضغط على settings، ننزل ونروح على ثالث خيار منفعله، نضغط على سيف، نرجع منشوف كيف اختفى. هلأ بنعمل تسطيب لبرنامج راين متر، بنختار اللغة انجليزي ونضغط على اوكي نيكست، بيتسطب معنا. بعد ما بيتسطب بنخفي هي النوافذ اللي طلعت، وبنرجع على الملف تبعنا وبنروح على RM Scan، بناخد هاي الملفات كلها نسخ، وبنروح على مستندات، بنروح على مجلد اسمه راين متر، نفتحه، نفتح ستايلر، نلصق الملفات هون. بعدين بنرجع بنفتح برنامج راين متر، خلينا نخفي أول شي الأيقونات، نفتح برنامج راين متر، نعمل ريفريش، تظهر عنا الويدجت. أول شي خلينا نضيف الساعة، نضغط عليها لود،
والبوزيشن بنخليه اون ديسكتوب. نفس الشيء اللي بعده ديسكتوب، نفتح الأداة نعمل لها لود اون ديسكتوب. اللي بعده لود نخليه اون ديسكتوب كمان. هلا أيقونة المتجر اون ديسكتوب نزلها لتحت شوي، ويندوز مينيو ستارت كمان نفس الشي لود اون ديسكتوب، وعلى سيستم لود اون ديسكتوب. طبعا الارقام اللي فوق الصفرين اللي جنب بعض بتقدروا تغيروا بالبوزيشن تبع الويدجت. هلا خلينا نغير الشفافية تبع الويدجت، بنختار 10%، سيتينجز، بنروح على الشفافية وبنحط 10 20، لا 20 كتير شفافة، نرجع ما نرجعها على 10، وهون نفس الشي 10%، والأخيرة آخر خيار. settings الشفافية بنحط 10%. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو حبيت المقطع ادعمنا بلايك واشتراك، واكتب لي بالتعليقات لو عندك اي استفسار. نشوفكم الفيديوهات الجاية.